مساء الخير، مساء المحبة مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم وحلقة جديدة من برنامج مع الفارس. ضيفي أنا حقيقة كنزال الفارس من زمان أطمح أن أحاوره، شاعر كريم، شاعر كبير، الأستاذ حمزة الحلفي. مساء الورد، نورتنا وشرفتنا. يا أهلا وسهلا نزار، شكرا جزيلا حبيبي. فدول قلبك ونكسر سعادة حبيبي، تسلم لي، الله يخليك. إحنا نطمح نحاور الكبار، يعني مو كبار شاعر قيمة وقامة كبيرة، بعدنا بامبونين اسمك كبير حبيبي، تسلم لي، هذا من ذوقك، الله يخليك يبارك بعمرك يسلمك. أسئلتنا إن شاء الله اليوم تكون وياك حلوة. المتفق عليه المتفق عليه، ترى هذا تسجيل موبايل. قال لي نزار دير بالك، قلت له والله العظيم أسئلة تخبل، بس أسئلة تخبل اليوم. لا أكيد، وأنا حقيقة اريد اطلع من جلدتك، هاي مال تقديمه صح واريدك انت هم تطلع من جلدتك، يعني موافق. نتفق على حلقه جديده للمشاهدين، يعني انا موافق. اوكي ان شاء الله. يلا ايش تتمنى اليوم على الصعيد الشخصي؟ يعني على الصعيد الشخصي هواي امنيات، مثل والاكثر يعني انا لحد الان ما مستقر، استقريت بالسكن الحمد لله، لكن اكو بعض الاحتياجات الحياتيه وهي مو ماده بالتاكيد، علي اكمالها وان شاء الله قريبا نكمل هاي القضيه. اما اللي اتمناه وعلى المستوى العام ان نعيش بسلام حالنا حال العالم. امين. اي وشارعنا شو يصير مثل ما كان، وردي وحلو، وامسياتنا تتعمر بالسهرات الجميله. امين. والاصدقاء بعض الاصدقاء ينظفون قلوبهم من الغل، اها، ويتعامل ويا صديقه على اساس مصداقيه مو على اساس مصلحه زين او تشخيص. يعني تعاني من الصديق المصلحتي؟ طبعا كثير. هذا مؤشر عندي بالمناسبه، انا امتلك فراسه بهاي القضيه. شلون المصلحتي اعرفه؟ شلون تعرفه؟ اعرفه يعني بحركه، بتصرف، ثغره تطلع من عنده وأبي أبدي قياسي على هاي الثغرة وأحاول أختبره مرة مرتين ثلاثة، راح تكمل الصورة عندي ويصير هو واضح قدامي بدون أي شيء. يعني مجتمع الشعراء ليش يعاني من الوفاء، من قلة الوفاء يعانون منه؟ ماكو شعر وفي لشاعر؟ لا نادر. لا لا, لا نادر. لا أكو. أوكي أنا وياك أكو، بس لأنه 80% ماكو. لا ليش 80؟ صحيح، بس لأنه الشعراء عددهم كبير، يعني عدد محافظ زين، فلهذا السبب تطفو على سطحهم هاي بعض الاشكالات. ليش نسمع مرات يقولون ماكو شاعر يرضى على شاعر؟ يعني ماكو شاعر من كل قلبه يقول فلان احسن مني. من كان ضيف حسين الشريفي اقول له من جيل بعدك اكو احسن منك؟ يقول لي لا ماكو احسن مني. جيل بعدك طيب شلون؟ يقول لي ماكو. هواي شعراء يقول لك عندهم الانا عاليه جدا، عكس الفنان الممثل، عكس المطرب، بس الشاعر كلش معتز بنفسه، كلش اناني. احكي لك شغله واحده نزار. نعم. احنا قبل كنا نسميها منافسه شريفه. يعني اذا نزار كتب قصيده حلوه راح يشحن بداخلي حافز ان اكتب قصيده اجمل من عنده. واليوم؟ اليوم صارت غيره. غيره بين الشعراء. اي غيره. فلهذا السبب صاير شبه الاتفاق انه اكو بين الشعراء مو تنافس، وانما يصير تقاتل على من هو الافضل. ومقياسهم البرميتر مالهم هنا وين؟ الجمهور. يعني انت بمقياسك اليوم من الافضل مو بعدد المشاهدات على اليوتيوب؟ اكيد. بالمشاهدات؟ طبعا. لا شنو المشاهدات؟ ما تشكل اي شيء المشاهدات. يعني المشاهدات على اليوتيوب يم حمزة الحلفي ما شكل شيء؟ لا طبعا. شلون؟ احنا متفقين على المشاهدات ونعرف شغلتها شنو هي المشاهدات. لا فالسؤال، احنا مو نكتب للجمهور؟ ايه. شلون الجمهور هذا مو مقياس المشاهدات؟ لا, لا 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 لا، انا اقصد المشاهدات هاي اللي تشترى وتباع. اوكي. هاي الارقام الكبيره جدا. آه. يعني زين هسه راح اجيب لك مثال. اعطيني مثال. مع احتراماتي لاسم من الاسماء اللي راح اذكرها. زين. مشاهدات علي المنصوري اكثر لو مشاهدات عيان سيد خلف اكثر؟ علي المنصوري بالتاكيد. طبعا علي هو يفهم انه انا ما جاي اسئله. اي مثال ياهو الاغلى تجربه والاقدم والاركس كبير عريان سيد خلف. صح لو لا؟ لا مو بس عريان او رائد ابو فتيان، عريان او ايهاب المالكي، عريان او
نزار الفارس طبعا واحد خلي يحكي هيجي 100% هذا مو قياس. شو تغير؟ ها؟ شو تغير؟ الذائقة اختلفت. اختلفت الذائقة جدا يعني. ليش اليوم ماكو أماسي شعرية مثل قبل؟ حس حتى برامج الشعرية اليوم مو بنكهة قبل. أنت وياي لو مو يا أستاذ؟ بالضبط. أنا يعني أعرف شو أنا لأنه داخل بالوسط وأعرف. إيه؟ ليش اليوم الأماسي الشعرية مو مثل قبل؟ المنصة قبل لها قيمتها، اليوم وين المنصة؟ اليوم وين البرامج الشعرية؟ حتى وين البرامج الشعرية الحوارية؟ مو بنكهة قبل، شو تغير؟ اليوتيوب قام شعراء ينشروا على اليوتيوب على التيك توك والفيسبوك، الفيسبوك السوشيال ميديا أخذت من الشعراء. نزار خليني أقول لك شغلة حبيبي. القصيدة قبل لا تنقرأ بمهرجان وقبل لا تنقرأ في برنامج هي أكيد منشورة على التيك توك ومنشورة على الانستغرام ومنشورة على الفيسبوك، فأكو جمهور خاص وأكو جمهور عام. زين. الجمهور الخاص الذي يتبع النخبة، النخبة الشعرية اللي موجودة بقائمة الشعر العراقي، تمام، ذول أتباعهم. أما ذول البقية جماعة التيك توك وغيره من هاي المسميات يعني هذول يتعاملون الحياه ببساطه، وانت هذا مو اساءه لهم بالمناسبه. زي. هذا قدر استيعاب القضيه. زي. يعني ما يقدر يقول ما يقدر يتوصل الى جن حق جفن فراشه غضو حجاره دفن وما يلتم شبيه ويا النبض روح على روحك تنسحن. ما يوصل لهاي خطيه، ما تضيع عليه. بينما تجي قصيده بسيطه، قصيده موضوعته سهلة ولغتها سهلة توصل له. لا خليك كمل، مو هاي عليها مسؤولية. هاي شنو هم؟ تحاكي دواخله، لربما يرمز إلى حبيب مفقود، يرمز إلى صديق مفقود. فهاي يفهمها أكثر، يحس أسهل. أي طبعا توصل له بسرعة. أي على السهولة الآن. أوكي. قضية كل السهلة. الله يرحمه كان صديقك الشاعر الكبير سمير صبيح. في يوم غرت من سمير صبيح وليش؟ أنا لا عمري ما غار من سمير ولا سمير. من إبداعه؟ لا مو أغار، لا أنا أفرح يعرفوني، أنا أفرح. أريد غيرة الشاعر. ما أقدر لأن أنا عندي إمكانية، عندي إمكانية الله وهبني إياها سبحانه عز وجل. إنه أي شيء أريد أكتبه، لكن أنا لوني يختلف عن الباقين. شنو لونك؟ أنا لوني لون حدا. لمن تختلف عن سمير صبيح؟ شنو؟ سمير شاعر كبير الله يرحمه. الله يرحمه. وإلى وزنه وإلى جمهوره وإلى منجزه الكبير، وحرامات يقارن بهواي من الناس. يعني سمير حرامات واحد يقارن بأي واحد من الناس. مثل حرام يتقارن بمنه؟ بناس هواي، يعني بناس هواي ويعرفون أسماءهم يعني. طيب. كمنجز وكوعي وثقافة. سمير أنا مربي بيدي يعني. طبعا سمير أنا حاجيه ألف مرة. سمير أخوي أصغر من عندي. علاقتكم كانت جيدة، علاقتكم جيدة. أي علاقة عائلية يعني، علاقته بأبوي الله يرحمه وأمي الله يرحمها يعني وصلت إلى درجة إنه أنا يعني الزعل ألقى قاعد يمهم وأنا فوت من يمه وأطلع قبل. سمير ابن عائلتي يعني. كيف استقبلت أول شيء خبر وفاة سمير صبيح؟ مثل وين كنت؟ أنا كنت للأسف كنت أحد أصدقائنا ابن الزواج فعزمنا بالميريديان. فرجعنا بوقت متأخر جدا تقريبا الساعة 4 الصبح هيك. أنا تليفون عادة أطفي من أنام. زين. فغرفتي وحدي وساد الباب. ساعة بالوحدة قعدت من النوم. فتح أول ما أقعد من النوم أفتح التليفون أباوع. شايف هاي من واحد يتصل بيك. تطلع لك الاشعارات وحده ورا الاخت بابات الاشعارات مو طبيعي وايش قد. فما فتحت الفيسبوك خفت. باوعت فتحت الباب شفت احمد وابني واقفين يباعون عليه باستغراب. قلت احدهم ميت يعني من اصدقاء يعني، والا شنو هالمخابرات؟ والناس اللي مخابرين يعني لهم علاقه كلش قويه بسمير، بس ما ببالي ماكو سمير، لا ما خطر ببالي. المهم فتحت الفيسبوك شفت كريم دخيل منزل صورة سمير. نعم. كانت لحظة كلش ساعات قلبك دمرت حقيقة.
والله ساكت ما اقدر اجي. اريد استوعب القضيه ما استوعب بالاخير. قلت له احمد خابر لي كريم دخيل وين وصله؟ تالي بقيت مصدوم قاعد بحيث ما تحركت. جي ثاني يوم الصبح اجى عليه كريم صدام، تحياتنا للاعب كريم صدام وياي كاظم جوية، وجينا للفاتحه. دخلت الفاتحه يعني انهارت حقيقه. شو تذكرت بفاتحه سمير صبيح؟ استحضرت كل سمير صبيح، وانا سمير صبيح مو تقول 10 يوم يومين ثلاث ايام. سمير علاقتي به علاقه يعني تاريخيه جدا، يعني كل حدث بحياتي إلى سهم بسمير. تلاحظ انه كان شوي يعاني من الشعراء بعد ما مات الله يرحمه، بدت الشعراء اكثر تتودد، بس من كان عايش الله يرحمه كان يعاني، حتى من كان ضيف بالبرنامج من كان عايش مو تحس ما متنحق سمير صبيح؟ سمير ما يقدر يجامل، ما يقدر يضمه بقلبه، اللي بقلبه يطلع على لسانه. سمير طيب الى درجه، طيب كلش طيب يعني، وهو حنين حنين يعني. هو تصور دائما يخابرني بوفاه غني محسن، بوفاه سعد محمد الحسن، بوفاه اي شاعر، اي شاعر اول احد يخابرني اليه ويبكي يصرخ. وكان هو عنده امنيه اللي هي انه انا اجيب بس ماي يم. الله يرحمه. يوم اللي توفوا اربع ايام يلا نزلت، طلعت السكن مالي ونزلت. هاي كانت امنيته ست سنوات انه اني اجي يمه، لازم اجي يمه. فهسه الله يسعد قلبي من افوت ذاك اليوم، رحت له اول يوم العيد، طبيت رحنا انا واحمد الذهبي وكريم دخيل، زرناهم للبيت، عايدنا علاوي وعايدنا حسون وعباس واخذنا صور ويا صورته اللي مخليها بالاستقبال. نعم طلعنا يعني. الله يرحمه. القادم ان شاء الله يكون الله يستر اجمل على الجميع، اكيد ما يستاهلوا خساره كبيره. هل هو فعلا كان ملك الصوره الشعريه؟ من ابرع الذين يكتبون الصوره الشعريه. منو مثله يكتب حلو؟ مثل سمير صبيح؟ هو اعطيني اسم واحد يعني ايش اعدد لك؟ كلهم يكتبون صوره شعريه. يعني مثل حمد الذهبي ما يكتب صوره شعريه، ابويا قاروره بس قاروره هي مليئه بالصور يعني اضافه الى قصائده. يعني حسان لا اذكر راح يزعلون، مكتك بدون مشاكل. انا اسف مكتك بدون مشاكل. اسف. ايش نسمع منك شعر؟ انا احب اقرا لك قصيده لبرنامجك. يا الله. ايه اول مره انا احقها. جيد. تسجل وهي شرف مرثيه ل النواب العظيم. انا سميتها الرئيس النواب. نعم. ويعذروني المشاهدين انه راح اقراها بالورق لان كاتبها حديثا. طيب. حابين نسمعها نشوف. ماذا تقول في الشاعر الكبير مظفر النواب؟ اكو عنده قصيده يقول دق راسك بقاع العرس واملي دمعتي بالدف، ايام المزبن قضن دقضن يا ايام اللف. هاي مال مظفر. زين. فانا كتبت على نفس الوزن. واستخدمت يقول كلفات طعنات الوقت، بس جرحك انت الاكلف، يا مظفر الحايط وقع والستر كله تكشف. اوف. ايش قد عندنا بالديره شرف، بس تبقى انت الاشرف، ذلونا اشباه الزلم. اي وتحالفه وصف وصف، ايام المزبن قضن دقضن يا ايام اللبس. الله الله. يا ريل هسبت بقهر وللنجف روح مشيله، وسولف له وسوى الدهر بينا وعلينا احكيله. غنى لك بحرقه حمد شمتاني متغني له، ما ينحمل وحش القبر جدم بباب الليله، واسحك فراقينك حزن والطم بروحك وتشف، ايام المزبن قضن دقضن يا ايام اللف. الله. لا جامليت لا هادنيت ولا اخذت دور المداح، الشاعر سلاح القلم ما يصير بسلاح، ما يصير بحزام سلاح. الله. الشاعر سلاح القلم ما يصير بحزام سلاح، وشعرك منقع بالورد يا مظفر شقد فواح، عم الشعر هدوة نفس مو مال خبصة وصياح، وعم الشعر مبني بعسل يمطر عسل لو وصف. الله. أيام المزبن قضن دقضن يا أيام اللف.
حتشام حتشام البريس قصيدة مظفر. حتشام يا مظفر طلع من قبره ذبع قاله وغيلان زيرج من هضم يتعارك ويا خياله الله والهرشه بكله جمر مسودن وبيد الفاله ويمكن زعل حتى الدمع ما وفى ظل بباله شي وشلو وعاجر صفه وغصبا عليه ما خلف ايام المزبن دقضن دقضن يا ايام اللف بلايا وطن عمرك خلص ما بين ديره وديره شطاك تبكي على الوطن وش حصلت من خيره الله بلايا وطن عمرك خلص ما بين ديره وديره شطاك تبكي على الوطن وش حصلت من خيره الباقونا غيرتهم صفر وبس انت عندك غيره بعينك شفت صفنه حزن ولهفه غريب وحيره ورغم الحزن هذا الطبع ومن البريسه مأترف ايام المزبن دقضني ايام دقضني ايام الله 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 حبيبي تسلم قصيده جميله هاي قناه الرشيد ولصديقي نزار اللي اول مره اشوفه طبعا فدوى لقلبك فدوى لقلبك نتواصل احنا تليفونيا نتواصل تليفونيا بس هذه اول مره ان شاء الله ما تكون اول واخر مره حبيبي حبيبي اقول اذا ورده وتحطها بين كومه شوك يتغير شكلها وما تظل ورده واذا تزرع قهر وبصفة غدر وضيم بيدك راح انت الزارعة تحصده حلو ربك بابا ظل الناس بس مفتوح بابك ليش دوم بوجهي تسده الله اذا جالك بشر ويريد منك خير انطيله حرام تفشله وترده جارحني جرح محسوب على الشياب ياهو قال لك مثل الطفل بعده الله فرحي ما صبر على الباق عمره وراح والخلة بس انت تسيل من خده انا بواهس طفل وبعمر 7 سنين كنت وقلبي واهس هسه ما عنده الله قلت لك من قبل لا تجرح المجروح جرحي بطولي صاير ياهو لي شده بحر حبك كبير وقلت اشيد بيه وتاليه خذاني بجزره ويمده مثل عصفور قلبي وحضرتك سجان لا يحكم عليه ولا رضى يهده الله دور بالوجوه وشوف هاي الناس شوف وياك بالحب كم وجه تلقى مثلي ما اظن يوفون واتحداك تلقى عيون تذرف دمعه وبحرقه جيتك والنفس مخنوق والعبرات تلهث بالظل وعليك مختنقه وش جازيت حب ولوعه الايام جبتها وياك هجر وماكو اي ملقه صدر خلقي بعد ما ظلي واهس بيه لان بعيد انت وكاسر بخلقه ظل باب الفكر وياك بس مفتوح وانا منحتني لك بابك الطبقه الله بوجهك ما يبين لوعه الهجران وانا من الدموع خدودي محترقه يا الماخذ نفس روحي ورحت لي وين تعال ارجع تراني بعازه الشهقه صف احساسي مثل شاعر قرا للناس كل شعره وابد لا محض بصدقه ما ميز قمد بين الشمس والليل صف احساسي مثل شاعر قرا للناس كل شعره وابد لا ما حظى بصفقه ما ميز قمد بين الشمس والليل والليل اشوف بعين وحده الورده والتفقه الله اي طاير ما ميز قمد بين الشمس والليل والليل اشوف بعين وحده الورده والتفقه كنت بعيني شجرة وبيها كومة ورود بس جاك الخريف ووقع الورقة بعد ما اريد اشوفك حتى لو بالطيف انا وياك من هاللحظة مو رفقة انا وياك من هاللحظة مو رفقة وين كنت قبل؟ هاي تجديدة ادري خاطر الله اذا الله عنده خاطر هذا الشعر الحقيقي ولو عندك روي شوية اسم نرجع عندك روي بالقافية يعني زين انت القافية لازم تكون مرتبطة بحرفين ما هي قصيدتين ايه لا انا احكي لك على القافيه ما احكي لك على القصيده بس والله عاشت ايدك حلوه عجبتك حلوه والله حلوه بيها شعر والله بيها شعر يعني مو انا هسه العالم اللي راح تسمعها يقولون بيها شعر هاي شهاده منك وهاي مال الورده والتفقه شوف هاي ما ميز قمت بين الشمس والليل هاي المقايسه الجميله الله يخليك اي نزار اكتب بهالطريقه هاي عندي هوايه والله اكتب بس للاسف يعني يعني شو تريد تتقان كلنا مسوي لا ما فهمت قصدي يعني انا مشاكل قامت لان هسه لو انت مسوي الجمهور ليش تاخذنا بشهاده تتقاني الجمهور يمكن يعني ما سامع كل قصائد بس اليوم ليش قرأت قدامك لها شهاده كبيره وبعد وين انا اتمنى ان اتمنى تنشر بهالمستوى ان شاء الله سجل كليب شغله وطلع شهاده شهاده اعتز بيها انا نسيت خلف الله يرحمه سجل كليب اشتاق لي ايه متى نشوفك فيديو كليب جديد انا ما سجل عندي فيديو كليب موجود انت جو لي مشاركه فيولا زين
موجود على اليوتيوب هم موجود وعلى التيك توك هم موجود. إيه بس هي هاي البسينة يعني ما حبيته. اشتاق لي؟ لا مو اشتاق لي، انا اسجل روحي ما حبيت هاي القضية. يعني الفيديو كليب يراد له مواصفات، يعني مثل هاي مال عريان الله يرحمه، الله يرحمه، ويا مأمون ويا ضياء الدين، كانوا يعني عناصر النجاح مكتملة بها هاي القضية. بس انت ما تحب هذا الشيء. اي انا ما احب، يعني انا الي عالمي خاص نزار، يعني انا تدري حتى مهرجانات ما اطلع. نعم. قليل جدا اطلع مهرجانات. نعم. وحتى لقاءات بالفترة الأخيرة صحيح والله ما اطلع ابد يعني. عادل محسن الله يرحمه الله كان ضيفي، قال لا توجد مدارس شعرية، هذا كله وهم، انت ماذا تقول؟ قال انا سيتخلف مو مدرسة ولا مظفر النواب ولا اذا المبارك. تسمح لي شوي. اولا انا حاجيه قبل بس حاجيه أكد او اي حشيته انه قلت ماكو مدرسة الشعر، اكو اشياء اكبر من المدرسة اللي هي اكو اسماء اكبر من المدرسة. يعني شو المدرسة؟ خلي نعتبر المدرسة بها تلتزم بمنهاج تعليمي ودروس وصبورة وغيرها وغيرها. أولا الشعر ما يتعلم زين، عمر الشعر ما حد واحد قال أنا تعلمت وصار الشعر زين. ممكن تصير رسام بس فاقد الموهبة، تصير مهندس، تصير طبيب، بس ما تصير شاعر مستحيل صعبة. فلهذا السبب الشعر ما يتعلم. اكو عندنا واحد صاحب انتقاله كبيره بالعراق اللي نقل الشعر من الابوذيه والدارمي والسير وغيره وغيره والتشلمونص الى تفعيله وقصيده، هو مظفر النواب. هذا يحق لهذا الرجل العظيم الراحل الله يرحمه ان يكون صاحب رياده اللي هي نفس المدرسة، أو خلنا نعتبرها هم مدرسة بتسمية هنا. أما الباقين فهم يعومون في عوم القصيدة الحديثة الآن. جميل. يعني أكو ظواهر كبيرة، يعني عندنا ظواهر بالشباب لولا عندي القدرة أنطق أسماء ما حكيتها أنا حكيتها بس أعرف راح يصير عليه حكي مو زين. يعني عندنا مدارس شعرية زين، قصدي أصوات شعرية شابة صغيرة تعادل منجز مال واحد عملاق صار له 40 سنه يكتب شعر. نقدر نعرفهم منه؟ ما اقدر. لا ليش؟ لا سلم عليهم. لا سلاح شلون سلم؟ صعب البيك ما يخليك والله العظيم. نرجع نلتزم شباب، اعطونا فاصل لعب فاصل راح ارجع التزم فاصل بعد الفاصل نتواصل، خليكم ويانا. رجعنا لكم من بعد الفاصل. شاعرنا الكبير، كم ناكل جميل بحياتك؟ مو هواي والله. مو هواي؟ اي لانه انا حتى اللي ينكر جميل ما لي عتاب وياه. بس اكو شغله تحز بنفسك يعني. اللي هي؟ يعني مثل انا اغلب الناكرين الجميل وياي ناس وقفت وياهم هم خارج الوسط الشعري او الفني. زين. وساعدتهم، بس اشهر واحد من الوسط الشعري. زين. اللي اكيد ما راح اقول اسمه. هذا وقفت ويا وقفة يعني سيف ودرقي. يعني شلون؟ يعني مر في مرحلة انه انتهى حتى من الاعلام. خوش. وساعدته بهاي الطريقة. اها. وكان كنت سند إلى بكل شيء يطلب من عندي. زين. بس عندما توفت والدتي وقبلها الله يرحمها سويت 4 عمليات. برمضان مو هذا اللي قبله. زين. سويت 4 عمليات. ألف سلامة. إيه. كل اللي ما إجاني حتى من أوروبا أصدقائنا العراقيين. يتصل يدز رسالة. يتصلون يخابرون وكيل وزير شو اسمه كل باقات ورود ويجون اللي غاد. يعني ناس كبار فنانين المهم هو ما شغال عليه تليفون. عبد. والله العظيم. وش ناكر جميل هذا؟ إيه. اللي أتى من هذا إيه أنا سكتت تعفته بعد. ما حكيت وياه، مرة سلم عليه ما رديت، ودالي رسالة مسج. الأكبر من هذا توفت أمي. الله يرحمه. فأمه تعرف احنا فواتع عندنا شوادر سوينا بشارع فلسطين. طيب. ترسنا تدربونا ترس. نزار ما ظل واحد بالعراق ما اجاني. حلو. يعني بحيث الواقفين
اكثر من القاعدين جوا بالشادر. اوكي. يعني ما كتب لي حتى بقية بحياتك. مو لهالدرجة هذا. كون واثق. كلش زعلان منك. كون واثق وقالوا له ليش؟ عنده ثار وياك هذا شنو؟ لا سئل احد اصدقائنا قال له طبعا زعلان عليك، انت حتى فاتحه امه ما جاي. وش كان الذريع؟ قال لهم انا ما ادري، زين انا وياهم ما ادري يعني ما حد يعرفني. طبعا. شو الفيس مخبوص بالوفاء. الدنيا مقلوبه قلاب، الجرايد كلها نشرت الخبر، التجمعات الثقافيه كلها تداولت الخبر وكذا انه ام حمزه الحلفي توفت. شو تقول له اليوم لو يشاهدك؟ هذا بعد وهذا بعد انتهت صلاحيته. انتهت صلاحيته. عندك شيء كاتب عن الصديق الخاين عتاب؟ شيء اذ بس ما ربيت ولا حتى ما يستاهل الشعر تقرا له؟ والله ما يستاهل. زين لا عاد خلينا نسمع كم ابوذيه منك، انا احب اسمع ابوذياتك. ابوذيات خلينا ايه؟ نروح الغزل؟ اي طبعا. منه هيك اي طبعا انا ما احفظ قوي بالمناسبه. زين. كلهم يعرفون ما احفظ، فاللي حافظ راح اقرا ليش هسه يقولون يكرر؟ اي طبعا اكرر ما احفظ. زين. يقول ترف وهي في اله العرش مناه. إذا يعرق يفيض الهيل منا، إذا مناك كظه يذوب منا، منا وإذا لحيت يتبدى عليه. الله الله. وحق عينك وحق جفنك ورمشاك. زين. أظل طول العمر أمشي ورمشاك، عد بالقلب منك ورمشاك، يهيد الورم لو مريت بيه. الله الله الله. عندي هواي ابوذيات يعني بس اوقف خلينا نذكر لنا بعد جميل. وحده او اثنين كافي يلا. جميل جميل ايه جميل. من اجمل من كتب النص الغنائي؟ اسم انطيني مهم تقول لي. من شبابنا اليوم بابا اكو مثل اللي كتبوا النص بشكل جيد وحلو حازم جابر. تحياتنا لحازم. او كتب حامد الغرباوي. جميل حامد. ايه ذول اللي كتبوا النص بشكل حلو يعني. زين. وايضا احنا لا ننسى ضياء الميالي ولا ننسى قصي. كتبوا النص بطريقه حلوه. اي هذول بالنسبه لجماعتنا جماعتنا الشباب. اي اما اعظم من كتب النص الغنائي بالعراق ايه؟ وبدون منازع اي بعد ابو سرحان كريم العراقي. كريم العراقي. كريم العراقي كتب الأغنية بمهنية عالية. شو تحب له؟ أحب له هواي أعمال. أحب له يعني كلش أحب له هواي أعمال يعني الأغاني اللي غناها سعدون جابر يوم الوفا له. إيه مثل الكاظم أحب له. إيه مال إيه أحب الكاظم عند مال الكاظم أغاني كريم كلهن حلوات. إيه كلهن حلوات. والشعبيات خاصة من أتل. كريم صاحب قفشة غنائية. يعني بإمكانه أن يضحكك بالأغنية وإمكانه أن يبكيك. متمكن جدا. متمكن جدا. وأيضا لا ننسى فالح حسون دراجي. جميل. يعني كتب الأغنية بشكل كل جميل. طيب ساد وينك أنت عنهم؟ أنا كتبت الضاهيهم. كتبت أكثر من هواي شباب موجودين. والله بذيك الأيام بالتسعينات كنا مستلمين الأغنية أنا وعلي العتابي الله يرحمه. الله يرحمه. يومية تطلع لنا أغاني يوميا. زين ليش ما استمريت؟ استمريت صعوبة. لا صارت القضية مو قضية شعر. لا ماكو هيك لغت يعني مطرب ما يخابر على الشعر يقول له اعطيني أغنية. خابر الشركة يقول له ماكو أغنية يقول له تعال دخل صوتك. عكس قبل. طبعا وين كان قبل؟ المقاييس تغيرت. زين واكبهم وين؟ أنت من طيب الملحن. عطيت هواي هسه أنا منطقة بس تطلع لي أغاني يعني من ذيك الفترة لهاي الفترة طلعت لي كم أغنية. طلعت لي أغنية يعني بعد هاي مال مو الأخيرة مال طيب نسيتها والله. نرجع نتذكرها. غناها ياسر أخو حسام الماجد. أسوأ أغنية عراقية سمعتها أنت؟ إيش قد؟ هواي أغاني حلوة؟ إيش قد ولا أحد. أعطيني وحدة. ولا حافظ وحدة من عتب لأن سيء على أساس أدخلها بدماغي يعني. طيب أعطيني حلوة. حلوات هواي والله. اليوم اليوم بغاني هالوقت يعني مو انا عناوين ما اعرفها. اي شيء اي شيء قول لي انا راح اتذكر. انت ايش تسمع انت يا اغنيه؟ يعني احب هاي اغنيه ما شغلات علي صابر حلوه هاي علي صابر. اي مال علي بدر. احكي لنا علي بدر. علي بدر عظيم راقي ملحن كبير. اي حبيبي هذا اول بارحه وديت له فد شغله هيك
تحب صوته؟ اموت بصوته، اذوب بصوته علي بدر. اي لانه صوته يعني يؤدي بشكل مميز. أه. واكو فد حنيه بصوته، حنيه الملحن ترى تختلف عن حنيه المطرب. طبعا. ليش؟ لانه هو صانع موسيقى، ميزه حلوه بعلي بدر. إيه فيعرف يتعامل ويا الاغنيه شلون يكتبها على صوته، حتى المطربين اللي يلحنهم يشتغل على خامه صوته. اها اي حلو، قياساته شغلاته يشتغل عليهم. طيب ليش الاغنيه الخليجيه ظلت محافظه على رونقها وعليها على مستواها جميل، ليش الاغنيه العراقيه ما حافظت لفتره؟ شو السبب؟ انت لا تنسى ترى اعداد المطربين الخلاجي بكلهم بالكويت، سعوديه، قطر، امارات، كذا، ما يشكلون بالنسبه للعدد 10% او 15%. زين، هاي قضية ملموسة يعني. طيب يعني احنا عندنا مطربين قيامة، مطربين موجودين. أوكي. الدنيا تمطر مطربين علينا. زين صحيح، وين ما تجي. ودليل انه الاغنية العراقية الان اصبحت منتشرة في جميع الاعراس العربية. أي حتى لو عرس بالسودان هم يغنون انتشار عربي كبير. وحلو، هاي حلوة. طيب. بس اتمنى ان يكون الايصال، رسالة الكلام او الشعر مثل ما نقول، يكون مهذب يعني بطريقه صحيحه. اي بطريقه صحيحه. يعني هسه انا قاعد يعجبني نصرة، قاعد يشتغل اعمال حلوه نصرة البدر. اي والله قاعد يختار. وحد ذيك المره قال لي اريد تودي لي كل اعمالك القديمه. حلو، اريد هاي مال قبل. اريد تختار من تكون تعمل مع ديو؟ انا اي اعطيني اسم مطرب. يلا محمد عبد الجبار ابو ابراهيم. إيه؟ تعمل ديو معه طبعا، هذا حبيبي. وتكون من الحان علي بدر؟ طبعا. علي بدر هم صاحبنا صديقنا. اي طبعا ضروري. اي والله اوصلها لي ابو ابراهيم محمد عبد الجبار. طبعا هو يضرب هو يعرف بهاي الخبر ويطلع ترى فيديو كليب. أيوه. ولو كريم منصور يسوي انا اسود. بس كريم منصور ما يسوي. اها والله. اذا محمد عبد الجبار. أيوه. طيب خلينا نوسع الدائره اكثر، غير محمد منو؟ والله هو اصوات احبهم انا. مثلا يعني حسين الغزال صوته جميل. حسين الغزال صوته كلش حلو وعذب. اما عندك باقي الاغاني الفرفشه والمرحه. أيه. غزوان و غزوان سامي يعجبوني ذول الثنائي، خاصه انه بات اروح اقعد بمكانات هم اثنين هم يكونون. اي عندك عدنان بريسم لا تناقش عليه. اوكي. اي عدنان فتحال. اي قوي. اي ولو هو بعمر كان هم سويت بعد. جميل. زين بس عدنان صوت. تحب تكتب لهم؟ كاتب لهم عدنان كل اغاني مغنيه. ليش؟ لانه حسن سجل لي 90 اغنيه. جميل. حسن ابريسم خاله. عدنان هسه كلنا قاعد يغني بهم، وين ما نروح هو يغني بهم. وبعدين انا كاتب لهم عدنان. بالتوفيق يا رب. بس انا ما اريد احشر نفسي في قضيه الشباب. زين مطرب عربي حاب تكتب لمن؟ للمطربين العرب. اموت بشيرين يعني، صوت عذب، صوت كبير. شنو هالدفو؟ شنو بيانو هنا؟ ما ادري شنو، ما اعرف شنو مشكلته هنا. الله سبحانه عز وجل من خلقه ايش خلاه له هنا؟ اها. اي بعيد حتى يعني اي شيء، حتى لو تغني يابط يابط هي حلوه بصوتها يعني. يعني الله وهبها هاي القضيه. ايش تحب ايش تسمع؟ تحب شيرين؟ اوه باشد اوف اوف لحظاتي أوف أوف. وقضاياي اللي امر بها صعوبه قضيه شيرين. زين هيفاء وهبي ما لها علاقه، بس حلوه. شو حلوه؟ جمال مو كفايه؟ لا شو اسوي بالجمال؟ ابد. نانسي اكو احلى من عتها. نانسي عذبه. اي كامراه. آه. عذبه، وحتى عتها بصوتها شويه حلاوه يعني. زين بس ما تتقارن بشيرين يا عمي. ما تتقارن. ما حد يقارن شيرين. ايش حاب تسمعنا اليوم؟ شو تريد انت؟ عاطفيه، شغلات حلوه، غزل، كيفك؟ غزل. اريد حبتيات تسمع منك. عندك غزل كلش مباشر؟ واي عندي ايدي المباشر لازم تطلع لك ساتر. هم تنبهني. اوكي بس حاول قدر الامكان تطلع غزل مباشر. شو اسوي؟ ما عندي مباشرات بس ايدي المباشر. أي الاكثر هي المباشره؟ يا ريت. يلا انا اعطيك اياها. يلا قول اعطينا. لا لحول ولا لقوه ولا شعر، ضاع من عد الشعر دليني، شختصر وياك الكلك خصر، اوف عمي من تفوت اغمض عيني. الله الله الله. اش ما اكتبك
اغلط باول سطر وما ادري وين القافيه توديني. اها. من حدر زيجك احب كل الحدر ومن حدر بي الهوش ما ادريني والله لو تدري انا ايش ناذر نذر تازعلت وبعد ما تحاكيني مستعد اطيك من عمر عمر وكون من عمرك عمر تطيني خلي نتقاسم ولو ثلج وجمر انا طفش بيك ما تطفيني الله انا ما شايف بشر شيشه عطر اش ما عرق ينضح ورد تشريني الله حط لك شامه في موقع خطر خاف ابوسك منها وتشوي الله 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 جميل جميل هذا اللي نريد احنا هسه وصلت مساء الخير هذا اللي احنا نريد ندور عليه احنا ضامنين للقفله جميل 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 شاعر مبدع واكيد شاعر كبير قبل لا اختم عندي كم سؤال سريع طموحك الشعريه وين وين توصل مكتفي اللي خلاص حمزه الحلفي وشكرا ما لا ما يخلص شنو الطموح الشعريه يعني الحمد لله شهرة أك موجودة تداول موجود جمهور إنه زين ناس تحبنا بالشارع هاي نعمة من الله يعني زين خاصة يعني ترى المعروف العراقي يعني أنا حتى مسافرت يعني أوروبا 12 دولة رحت جيد كانوا وياي يتهم عادل سوينا مهرجانات بكل دعوة من التيار الديمقراطي جميل العراقيين يجون يركضون عليهم بولندا بالدنمارك ما شاء الله ببلجيكا بتشيك يجون يعني يظلون يبكون يشوفون هاي نعمه من رب العالمين طبعا زين الطموح انه ان نخرج من هذه الدنيا بوجه ابيض امين ما حد يكرهنا محبوبين زين وهاي القضيه شنو احلى شيء صار بحياتك؟ والله هاي ايش وقت اخر مره فرحت فرحه من كل قلبك؟ ليش؟ فرحت فرحة يعني يعني هي الفرح ما مو حقيقي يا نزار مو حقيقي؟ منقوص طيب مدى عمق حزنك لوين؟ لحد البكاء بدون دموع ها بالله شلون اكو يقول ان اكو هيك يقول وانا ابكي ونسيت هاي قصيدة مالتي وانا ابكي بلا دمع وشل الدمع وعيب من الناس احط عيوني ماي الله هاي الله اوصل الله. لهذه المرحله انه اظل ابكي بدون دموع لان ترى انا هواي بكيت فماكو خزين بقى عندي قليل رصيدي يعني صار $5 هنا ان شاء الله ما تشوف غير الفرح ان شاء الله شنو السؤال كنت حاب اسالك اياه واني ما سالته قبل لا اختم والله انا قلت لك من البدايه شو تريد اسال اسال بدون تحضير وبدون اتفاق جي. واكيد احنا يعني متفقين أكيد. بس انا اريد اقول حكايه نعم. راح اخلص اللقاء خلصنا شكرا شباب بنات وولد قاعد تشوفون اللقاء انا نزار نزار لقاءاته الجايه راح تكون في المستوى هذا لا يدور مشاكل ما وعدك وخلت عهد من عده ما عيني هسه ايش قد حلوه الحلقه كرهتوها بس اكو بيكم لا يموت على مشاكل نزار لك خلاص ان شاء الله القادم اجمل انا جدا سعيد بشوفتك وان شاء الله القادم يكون اجمل عليك ودائما نشاوف ونشوفك على الخير ونشوفك نجم كبير ومتالق في سماء الشعر الشعبي العراقي فعلا قيمه وقامه كبيره وشاعر كبير استاذ الحبيب نورت وشرفت أشكرك. شكرا لك تحياتي شكرا 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 اشوفكم على خير ان شاء الله احبكم الى الملتقى نزار الفارس في امان الله.